السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. موعدنا اليوم لحل أنشطة وتقاويم الدرس الأول قيام الدولة الأموية وأبرز خلفائها. نشاط واحد. ألف، ما المدة التي قضاها عمر بن عبد العزيز في الخلافة؟ الإجابة 2 و5 أشهر. يحدد الطلبة بعض الصفات التي اتصف بها عمر بن عبد العزيز: العدل، التواضع، الزهد، الورع. أين تقع مدينة خراسان؟ تقع في دولة إيران. النشاط 2، يحدد الطلبة أبرز خلفاء بني أمية مرتبين زمنيا في الشكل الآتي: المربع الأول معاوية بن أبي سفيان، نقوم بكتابتها، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز. ثم ننتقل إلى تقويم الدرس الأول. يعلل للطلبة ما يأتي، أي اذكر سبب ألف تسمية الدولة الأموية بهذا الاسم. الإجابة نسبة إلى أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف جد الأمويين. باء، تسمية العام الذي نزل فيه الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية ابن أبي سفيان عن الخلافة بعام الجماعة. لماذا سمي هذا العام بعام الجماعة؟ بسبب اجتماع المسلمين على خليفة واحد واتفاق كلمة المسلمين. 2، ما نتائج نزول الحسن بن علي عن الخلافة؟ إخماد الفتنة، توحيد كلمة المسلمين، حقن دماء المسلمين، قيام الدولة الأموية. 3، يقرأ الطلبة الخط الزمني. هذا يسمى خط زمني، يبدأ من عام 11 هجرية إلى 132 من الهجرة. ثم يرتب خلفاء الدولة الأموية حسب أطوالهم حكمة. نجد أن أطوالهم حكما عبد الملك بن مروان، يليه هشام بن عبد الملك، يليه معاوية بن أبي سفيان، يليه مروان بن الحكم، يليه الوليد بن عبد الملك، يليه مروان بن محمد، يليه يزيد بن معاوية، يليه يزيد بن عبد الملك، يليه سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن الوليد بن عبد الملك. 4، يسجل الطلبة بعض المعلومات التاريخية للدولة الأموية في الجدول الآتي، وهذا الجدول مهم. تاريخ ابتداؤها، أي تاريخ بداية الدولة. بدأت الدولة في 41 الهجرة وانتهت عام 132 من الهجرة. حكمها 14 خليفة. أول الخلفاء هو معاوية بن أبي سفيان، آخر الخلفاء هو مروان بن محمد. مدة حكم الدولة 191 عاما. بدأت 41 من الهجرة وانتهت 132 من الهجرة. 5، الطلبة الشكل البياني والجدول لسنوات حكم أبرز خلفاء الدولة الأموية. نجد أن أكثرهم حكما عبد الملك بن مروان 21 عاما. نجد بعده معاوية بن أبي سفيان 19 عاما، الوليد بن عبد الملك 10 سنوات، عمر بن عبد العزيز 2. 6، ما المصاعب الداخلية التي واجهتها الدولة الأموية؟ كثرة ثورات الخوارج والشيعة ضد الحكم الأموي. يصنف الطلبة أعمال خلفاء الدولة الأموية حسب الجدول الآتي. هناك أعمال نضعها في الجانب العلمي، وهناك أعمال نضعها في الجانب الإداري، وهناك أعمال نضعها في الجانب الاجتماعي، وهناك أعمال توضع في الجانب العسكري. العناية بالأيتام جانب اجتماعي، نظام البريد جانب إداري لتيسير إدارة الدولة، الاهتمام بالأسطول البحري جانب عسكري، والأسطول معناها سفن حربية لتأمين السواحل الإسلامية، الأمر بتدوين الحديث الشريف علمي. إلى هنا نكون قد أتممنا حل النشاط وتقويم الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.